رغم هذه المكتسبات فإن الموارد المائية ببلادنا تعرف إكراهات عدة ترجع بالأساس إلى التغيرات المناخية، حيث فاق متوسط الحرارة السنة الماضية درجة إضافية مقارنة مع المتوسط السنوات الماضية، كما أن التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا منذ فاتح سبتمبر 2022 إلى 28 أبريل 2023 تراوحت بين 30 ملم و 326 ملم، مما شكل عجزا عاما قدر بناقص 35% بالنسبة للمعدل في نفس الفترة. وقد أدت وضعية التساقطات المطرية إلى تسجيل واردات مائية تناهز إلى حدود 28 أبريل الماضي 3.38 مليار متر مكعب على الصعيد الوطني، مسجلة بذلك عجز يقدر ب 69% بالنسبة للمعدل السنوي في السنوات الماضية. ولكن رغم ذلك يمكن القول بأن بالنسبة للسنة الماضية فقد قمنا ووصلنا إلى ضعف ما تم إنجازه من معدل واردات بالنسبة للسنة الفارطة، بحكم أنه لم تتجاوز السنة الماضية 1.4 مليار متر مكعب، هذه السنة 3.38 مليار متر مكعب. إضافة إلى إكراهات أخرى نذكر منها ارتفاع الطلب على الماء وانجراف التربة واستغلال مفرط المياه الجوفية وتلوث الموارد المائية. حضرات السيدات والسادة، أمام هذه الوضعية ونظرا للمكانة الاستراتيجية التي يحظى بها ضمان الأمن المائي من دولة، حيث يتجلى ذلك من خلال خطاب سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الشتائية الثانية من الولاية الشتائية 11، الذي ركز خلاله صاحب الجلالة على إشكاليات الماء ببلادنا وما تفرضه من تحديات آنية ومستقبلية، وقدم فيه تشخيصا وتوجيهات لتجاوز هذه الإشكالية، تعد بمثابة خريطة طريق متجددة ونقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها بلادنا. وركز على 4 ركائز أساسية: أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، ثانيا العمل على التركيز على الوسائل الغير تقليدية، أي تحليات المياه ومعالجة المياه العادمة بالنسبة لتعبئة الإمكانيات المائية. ثالثا ركز كذلك على الاقتصاد في الماء وضرورة تدبير الطلب. وأخيرا ركز على ضرورة الحفاظ على الفرصة المائية وكذلك العمل على تدبيرها أحسن تدبير. ومن بين التوجيهات السامية لتجاوز إشكالية الجفاف وندرة المياه، ركز كذلك جلالة الملك على ضرورة التحيل المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي. انتهى النطق الملكي السامي. وبهذا أصبح من الضروري التأكيد على أننا نعمل داخل هذه الحكومة من أجل ضمان الأمن المائي من جهة، ولكن في نفس الوقت ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في بلادنا. وخير دليل على ذلك وهو أننا بالنسبة لتحليات المياه الذي سيعرف تطورا ملحوظا في السنوات المقبلة، فتم التركيز على أن بالنسبة للمحطات تحليات المياه فجزء منها سيذهب إلى السقي بالنسبة للفلاحة، وهذا شيء أساسي. وانطلق ذلك بالنسبة لأكادير، محطة أكادير، بحكم أن نسبة مهمة فهي تذهب كذلك إلى السقي المياه. هنالك كذلك شيء بالنسبة لمحطة الدخلة لكذلك اللي هي في الأقاليم الجنوبية المغربية، هذه المحطة فهي كذلك سيوجه العديد كميات مهمة من المياه لسقي 5000 هكتار في هذه المناطق العزيزة علينا. وكذلك شكل بالنسبة للمحطة الدار البيضاء اللي هي أكبر محطة لتحليات المياه في إفريقيا، جات 600 مليون متر مكعب، فجزء منها كذلك سيذهب للمياه السقي
زيادة على المحطات المقبلة حل في الشرق وفي العديد من المناطق في المغرب. من جهة أخرى ينبغي كذلك التأكيد، وهنا باش تكون الأمور واضحة فيما بيننا، لأن لما نركز أكثر على تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة ففي الواقع فهذا كذلك يخدم الفلاحة، لأن هذا يعني بأن كميات عديدة من الماء التي كانت توجه للماء الصحي الشرب بالنسبة للمدن الساحلية فهي يتم توجيهها للفلاحة وللعالم القروي، وبالتالي فهذا سيوفر العديد من الكميات المائية بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للسقي، وسنضمن من خلال ذلك العمل على ضمان مساحات مسقية مهمة التي سنضمن لها الماء كيفما كانت التطورات المناخية مستقبلا. نقطة ثالثة كذلك أننا قمنا باتخاذ من بين الإجراءات الأساسية وهو العمل على الحد من ضياع الماء اللي كانت تمشي للبحر، أي أن اليوم هذاك الفائض من المياه الذي كان يذهب إلى البحر، فقمنا بإنجاز مشروع تحويل مياه طبقا للتوجيهات الملكية والربط ما بين الأحواض المائية، أي تحويل مياه من حوض سبو إلى حوضي أبي القراق وأم ربيع، وقد تم منذ أواخر سنة 2022 الشروع في الشطر الاستعجالي الربط بين حوض سبو وحوض أبي القراق للشروع في استغلاله إن شاء الله في صيف ديال هذه السنة. إذن في ظرف وجيز جدا سننقل ما بين 300 إلى 400 مليون متر مكعب من الماء من سبو إلى سد محمد بن عبد الله، وبذلك سيتم العمل على ضمان الماء بالنسبة للرباط وبالنسبة للدار البيضاء. هذا الأمر عنده واحد أهمية قصوى، لأن غنوصلوا كذلك إن شاء الله في مرحلة ثانية، لأننا نتكلم على 37 كيلومتر 67 كيلومتر لما نوصلوا إلى 300 كيلومتر ديال التحويل اللي غيوصل إن شاء الله سد المسيرة، وبذلك هذا سيمكن من ضمان إمدادات إضافية لدائرة السقوية المجهزة ديال بكالة وبن عمير. إذن هذا سيخدم كذلك مرة أخرى الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في بلادنا. ونقوم كذلك بتسريع مشاريع السدود الكبرى المبرمجة التي من بين أهداف البعض منها سقي الدوائر الفلاحية كسدود أمدز وفاسك وأيزيات، وإنجاز كذلك 129 سد صغير وتلي لتطعيم الفرشة المائية وسد الحاجيات المائية المحلية كإرواء الماشية، وكذلك الحماية من الفيضانات وبالتالي المساهمة في التنمية القروية. ومواكبة مجهودات تبيئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية بتحقيق النجاعة المائية التي تحدث عنها السيد الوزير في القطاع الفلاحي، وخاصة بالدوائر السقوية من خلال متابعة أهداف المغرب الأخضر والجيل الأخضر للاقتصاد في مياه السقي بتحويل السقي بالتنقيط، وكما تم ذلك نوصل إن شاء الله إلى مليون هكتار في أفق سنة 2030 في هذا الإطار، والعمل كذلك على اعتماد زراعات مقتصدة في استعمال المياه مع تثمين أفضل الماء لكي نتفادى ما وقع في بعض الدوائر السقوية كشتوكا أي بها، ولتحقيق هدف الحفاظ على الماء للأجيال القادمة سنعمم عقد الفرشات المائية. وهنا في هذا الإطار تم التوقيع مع السيد الوزير ومع المعنيين في هذا المجال بالنسبة آخر عقدة تم توقيعها في الراشدية بالنسبة للعقدة ديال كودنيب ومسكي، وسنقوم بنفس الشيء بالنسبة للعديد من الأقاليم. هنا السادة رؤساء الجهة اللي معنا هما عارفين المجهودات اللي تنبذلوا في إطار الشراكة في هذا الإطار باش أنه يكون واحد العمل كبير، لا بالنسبة لتبيئة المياه ولا بالنسبة لترشيد المياه، والعمل كذلك على الحفاظ على الفرشة المائية، وهنالك كذلك برامج لتميم العدادات بالنسبة للآبار، والعمل كذلك هذا أمر أساسي أننا غنديروا واحد المسح كامل بفضل مع المحافظة العقارية
باش يكون عندنا واحد الامر اللي هو مهم وهو السجل العقاري المتعدد الابعاد واللي غيركز اساسا على الماء حتى يكون لنا نظام معلوماتي دقيق بالنسبه للامكانيات المائيه المتاحه وبالنسبه كذلك لاستغلال هذه الامكانيات المائيه لكي يكون هنالك تدبير محكم للمياه في المستقبل. ولا يفوتني في الاخير ان اركز على تدبير مندمج للماء والفلاحه والطاقه لتحقيق نجاح اكثر في انجاز المشاريع المرتبطه بهذه القطاعات الثلاث الحيويه. وضروري التاكيد على ان بالنسبه لكل محطه تحليه مياه فيتم استعمال اساسا الطاقه المتجدده لكي يكون هنالك هذا النكسس ما بين الطاقه والماء وكذلك الامن الغذائي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.